شهدت عده مدن ايرانيه تجمعات لتابين ضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا في مظاهرات نوفمبر الماضي وسط اجواء امنيه مشدده وحمله اعتقالات تشنها الاجهزه الامنيه التي تخشى ان تتحول هذه التجمعات الى احتجاجات جديده. وافاد تقارير وافادت تقارير من ايران بان قوات الامن والحرس الثوري مدعومه بوحدات مكافحه الشغب تفرض حاله طوارئ غير معلنه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دافيد عباسي رئيس معهد دراسات بباريس سيد دافيد أهلا بك إذا شاهدنا هذه الصور التي تصلنا من إيران إذا لماذا يخشى النظام الإيراني من هذه الاحتجاجات والتي لم تصل إلى حد الاحتجاجات بالمعنى الحقيقي مساء الخير عندكم صور اكثر انا ارسلت لكم فيديوهات من فيديوهات من ايران اليوم في تقريبا 90 من مدن الايراني كان مظاهرات والانتفاضه الشعبيه ستستمر اقول لكم بان النظام الايراني بعد 40 سنه ليس لديه أي قيمة للشعب الإيراني كما تعرفون منذ بداية الثورة الأصوات إيرانية سنتين بعد الثورة الشعب الإيراني قام بمظاهرات وانتفاضات وبعدين كل عشر سنين كل عشر سنين كان المظاهرات فخم جداً، عنيف جداً، وقوي جداً. وهذه المرة، وهذه المرة، أنا أقول لكم بدأوا وأقول لكم بأن ستتابع لأن الشعب الإيراني بأكثرية يعني تسعين خمسة وتسعين بالمئة ضد هذا النظام. أقول لكم شيء، أقول لكم شيئاً. يعني. أنا بعثت لكم صوت من أحد أصدقاء أقرباء. أصحاب المرشد سيد علي خامنئي هو يقول هو الذي هو الذي يقول هو درب حزب الله لبنان هو يقول بأن اليوم اليوم في إيران سيد علي خامنئي ليس لديه ك عشر شخصاً. هذا عظيم جدا سيد عباس يريد يعني ان اتوجه نعم نعم السيد نعم. عباس يعني هل تتوقع ان تزداد هذه الاحتجاجات تتصاعد وتيرتها؟ طبعا 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 اليوم المظاهره اليوم كانت نشيطه وذكيه جدا من قبل الشعب الايراني لانهم في اعتقالات اعتقالات كثيره جدا في كل المدن نعم. ولكن الشعب ما اراد ان يضرب قوات الامن الشعب الايراني بالهدوء عمل مظاهرات اليوم وهذه المظاهرات ستتابع دون الشك دون الشك وقد وقد ينجح هذا الشعب في هذا النزال وفي هذا الزمن طبعا اقول لكم شيئا بان عالم في العالم الشعب الايراني هو وحده مع الاسف مع الاسف كما ساعدوا الثوره الخميني ضد الشاه اليوم ما في هذا المساعدة للشعب الايراني ماذا ترد على النظام الايراني عندما يقول ولكن... ان هذه الحركه الاحتجاجيه يعني ربما وراءها امريكا واشنطن ودول غربيه يعني تحرك ربما عناصر في الداخل من اجل اثاره هذه الاحتجاجات اسمعوا اخوي ان رجال الدين في ايران منذ أربعين سنه يدفعون ويدفعون بالمساري يدربون الناس من كل العالم للارهاب للارهاب ولتصدير الثوره كيف اذا جاء شخصا وقال كلمه ليؤيد المظاهرات الايراني هو هذه قضيه انسانيه اذا شخصا في إسرائيل، في أمريكا قال شيئا لتأييد المظاهرات الشعب الإيراني هذا حقوق الإنسان ولكن النظام الإيراني منذ أربعين سنة يدفع كل العالم يدفع حزب الله لبنان وجهاد إسلامي ضد لا. إسرائيل، يدفع اليمن. ضد السعودي بدفع كل الناس يعني على إرحاب الدولي إيران يدفعه وحسب سكر لكن إذا جاء شخصا واحدا وقال نحن حقوق إنسان نعم وصلت الفكرة سيد دافيد عباس المزاهرات المزاهرات رئيس معهد دراسات مش ببريس أتكلم. شكرا جزيلا لك